بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: قبل أيام ادعى شخص في الهند أنه صور الملائكة وشاهدها بعد التصوير في صورة جميلة وبأجنحة، فهل يصح ذلك في الشرع؟ وهل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة؟ هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يرون الملائكة لأنهم لا يستطيعون رؤية الملائكة على خلقتهم. ولهذا كانت الملائكة وخصوصا جبريل عليه السلام كانوا يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة بشر، لأجل أن لا ينفر الناس من رؤيتهم. ولم يرى الملائكة، لم يرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. رآه مرة وهو في بطحاء مكة له 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، رآه على صورته وخلقته الملكية. أما فيما عدا ذلك فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما في حديث عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم جعل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة دينهم. فلما انتهى وخرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الرجل. فطلبوه فلم يجدوه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد من هذا أن الملائكة لا يراها، ولهذا لما قال: لولا أنزل علينا الملائكة، الكفار يتحدون: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة إنما ترى عند نزول العذاب والعياذ بالله والهلاك، عند نزول العذاب والهلاك يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم. فهذا الذي يقول أنه صور الملائكة هذا كذاب ودجال، كذاب ودجال لا يصدق.